حد لمع في نسل الأغراب؟ نجلة بدر دور الغجرية، بس برضو يعني شفناها في أكتر من حاجة شبه الدور ده، بس فكرة منة فضالي الحقيقة، منة فضالي كانت هايلة، بالذات إن هي بيتم تشويه الشكل بشكل كبير، بس هي الحقيقة ممثلة قوية جدا يعني. أنا بالنسبة لي أمير كرارة يحسب له أهم حاجة فكرة إنه بعد عن كاركتر الضابط، لأنه بقاله 4 سنين، عمل 3 سنين كلبش، والسنة اللي فاتت عمل الاختيار، فده مغامرة في حد ذاتها، مغامرة إنه يبقى مع أحمد السقا، مغامرة إنه يعمل صعيدي أول مرة، مغامرة إنه يطلع شرير وتاجر مخدرات، كل دي حاجات تحسب لأمير كرارة. أنا أحمد داش ما عجبنيش للأمانة شديدة، وكان حاسه أوفر ومبالغ فيه وطريقة كلامه، وكان يستحق اللي بيتقال عليه، لكن أحمد مالك أنا شايفه عمل مشاهد كتير كويسة. هل أحمد داش وأحمد مالك فعلا كان أداؤهم ضعيف في دور الصعايدة؟ كويس الموضوع ده، لأن أنا مرة لما شفت صورتهم قلت دول نجمين المستقبل. ده مش معنى كده ان انا حابب ادائهم في نسل الاغراب، لا، توظيفهم وحش وقيادتهم سيئه، حتى السوشيال ميديا قالت عليهم ان هم سعيد من الجونه، لكن ده لا يعني ان هم الاثنين دولت مش الزمن، دول الزمن القادم، موهوبين جدا لكن توظيفهم سيء. اكيد مي عمر حتى على المستوى الشكلي والعمري مش صالحه لدور جليله، بيضطر هو يبرر ليه دول ولادها. لو انت اخترت حد في منطقه عمريه اكبر مش هتحتاج للتبرير. التبرير بيعمل ايه؟ بيموت الدراما. مي عمر مش ممثله وحشه، بس هي سابقه فرصتها بكتير يعني. انت دي فرصتك دلوقتي، مش هقول دور تاني، ممكن تاخد دور البطوله بس مش بالصوره دي، بس لا، هي محتاجه تشتغل على نفسها كتير، والدور كبير قوي على مي عمر، الدور كبير قوي على مي عمر، والسيناريو مش خادم اي حد في المسلسل يعني، السيناريو موقع الناس كلها. منة فضالي عامله دور حلو، ملك زاهر في وسط الكوميكس اللي بتتعمل، وان عيله زاهر، انا عجبني تمثيل ملك على ليلى على فكره، ودي برضو حاجه من الحاجات اللي لفتت انتباهي، لان احنا ما شفناش ملك قبل كده. ريم سامي عن السنه اللي فاتت في البرنس في تطور، ولكن برضو لسه شويه يعني. ريم سامي لو انت طلعتها من بره فكره انها اخت محمد سامي، كنت هنقول ان الدور كبير عليها شويه، بس هي احسن من السنه اللي فاتت.